دخل رجل مسجد الكوفة ورأى أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر يخطب في الناس قائلا: سلوني قبل أن تفقدوني، فإني أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض. فقام الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين، لدي سؤال. فقال له: سل ما بدا لك. قال: رأيت كلبا وطأ شاة فأولدها هذا الوليد، هل يلحق بالشاة فيجوز لنا أكله، أم يلحق بالكلب فلا يجوز لنا أكله؟ فقال له الإمام: امتحنه، أي اختبره، فإن رأيته يأكل لحما فهو كلب، وإن رأيته يأكل علفا فهو شاب. فقال الأعرابي: رأيته مرة كذا ومرة كذا يا أبا الحسن. فقال له الإمام: امتحنه في الشرب، فإن رأيته يكرع الماء فهو شاب، وإن رأيته يلغ في الماء فهو كلب. فقال: يا أبا الحسن، رأيته مرة يكرع ومرة يلغ. فقال له الإمام: امتحنه في الجلوس، فإن رأيته جلس على اثنتين فهو كلب، وإن رأيته برك على أربع فهو شاب. قال: يا أبا الحسن، رأيته مرة يجلس هكذا ومرة هكذا. فقال له الإمام: امتحنه في السير مع القطيع، فإن تأخر عن القطيع فهو كلب، وإن توسط القطيع فهو شاة. قال: يا أبا الحسن، لقد رأيته مرة كذا ومرة كذا. عند ذلك تبسم الإمام، فقال له الإمام: اذبحه، فإن رأيت له أمعاء فهو كلب، وإن رأيت له كرشا فهي شاة. فبهت الأعرابي وقال: من أين لك هذا العلم يا أمير المؤمنين؟ فقال: لقد علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، وإني أعلم بطرق السماوات منها من طرق الأرض. فبكى الأعرابي